وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد علي إسحاقي، رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد وعضو اللجنة الأولمبية البحرينية. بداية نبارك لكم هذا الفوز، ونود أن تقول لنا كلمة بهذا الفوز الذي حصلتم عليه بكل جدارة واقتدار. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هالاستضافة، وهذا الفوز يعني نهدي للقيادة الرشيدة والتأهل للمباراة النهائية، وللشعب البحريني والجماهير التي حضرت إلى قطر لمساندة المنتخب. فنتمنى أن يعني نختم المشوار في يوم غد في المباراة النهائية للتأهل إلى الأولمبياد في باريس بإذن الله. نعم بإذن الله. ماذا يعني لكم تأهل المنتخب إلى أولمبياد باريس 2024؟ طبعا التأهل إلى الأولمبياد طبعا هذه أكبر محفل رياضي دولي، وكل الدول تسعي للتأهل بشكل كبير، والأعداد وأعداد منتخبات لهذا التأهل، وليس من السهولة التأهل إلى المنتخب خاصة في قارة آسيا، مقعد واحد فقط لقارة آسيا للأولمبياد، فمن يعني جدا صعب التأهل. فبالنسبة لنا التأهل إلى الأولمبياد يعني إنجاز كبير يعتبر للاتحاد اليد وللرياضة البحرينية، ونتمنى بعد الدعومات الكبيرة اللي احنا تحصلها من سيد سمو الشيخ ناصر وسيد سمو الشيخ خالد أن نتوج ذلك بالتأهل رد للجميل على ما نحصل من دعم سواء للاتحاد وللجهاز الفني واللاعبين. فمتفائلين خير بإذن الله بكرة، وأن البحرين تكون متواجدة للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد في باريس بعد ما كنا موجودين في طوكيو، وقدمنا النتائج الممتازة اللي شهد لها الجميع في البطولة السابقة. نعم، نبارك لكم ولمملكة البحرين مجددا هذا الفوز والتأهل. السيد علي إسحاقي، رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد وعضو اللجنة الأولمبية البحرينية، شكرا جزيلا لك.